يمكن يعني خليني اتكلم حضرتك، دخلتي في السياسه. احنا عارفين ان في 2016 خلاص احنا داخلين على انتخابات امريكيه، تغيير يعني من الواضح طبعا هيلاري كلينتون كحزب ديمقراطي قادره انها تاخد نجاحات، لكن يعني ممكن نقول الحزب الجمهوري ممكن برضو نتوقع، مش هقول اسامي لا ترامب ولا غيره لانه ما حدش يقدر يعرف دلوقتي، يعني لسه تو ايرلي ان احنا نقول حاجه زي كده. لكن انا بقول مع تغير الاداره الامريكيه توقع ان الحزب الجمهوري هو اللي ممكن يبقى موجود في الفتره القادمه، ممكن السياسه الامريكيه تتغير بعض الشيء مع تغير الادارات، ممكن التوجه مثلا خلينا نقول وخلينا صراحة انه الحكومة الامريكية او الادارة الامريكية كانت محتضنة جماعة الاخوان بشكل كبير الفترة الماضية وما زال ممكن تتغير الوجهة دي، لانه احنا عارفين ان اغلب الدعم اللي بياخدوه بيبقى نتيجة للاحتضان اللي بيحصل بتحديدا في الولايات المتحدة. أي والله مش الولايات المتحدة بس، في بلاد أخرى بتديهم برضو، يعني اللي هي بتحتضنهم عندها، يعني في بلاد دول عربية بالضبط كده. شوفي السياسة الأمريكية سياسة بتبقى محطوطة وكل رئيس بيجي يمشي عليها ويكملها، فهي مش مسألة رئيس بيتغير بيروح ويجي غيره، لا مسألة هم عندهم مؤسسات وخطة ماشيين عليها طبعا لصالحهم، ومش مهم احنا صالحنا. ف مش عارفة الانتخابات في امريكا، يعني هي انا في اعتقادي ان تقريبا هيلاري اللي هتبقى هي اللي جاية وهي اللي هتبقى، يعني ممكن الحزب الديمقراطي ياخد تاني علشان شخصية هيلاري مش عشان حاجة تانية، عشان شخصية هيلاري هي اللي تعمل. لو كان حد تاني في الجمهوريين الحزب الجمهوري قوي كان، حتى لو بوش الأخ يعني جاب بوش يعني، لأنه برضو جير بوش واخد يعني خلينا نقول شعبية شوية. بس هقول لحضرتك برضو هم زهقوا من كلمة بوش بقى أب وابن وأخ كمان، يعني مش ممكن، فبرضو الشعب الأمريكاني مش بيزهق بسرعة. متهيأليش جيب برضو عنده فرصة ولو إنه ماشي مش بطال يعني، لكن أفتكر هيلاري هي اللي بمعرفتي بيها ومعرفتي باللي بيحصل هناك بتصور، ولو ان دايما اقول لهم يعني الانتخابات عندهم في امريكا زي الجو unpredicted، يعني غير متوقع، ما تتوقعيش وتبص تلاقي حد جه. بس يعني لما نشوف، يعني احنا اكيد كلنا بنتابع الديبيتس اللي بتحصل ومتابع كل ده، ولما نشوف من حديثي مع سيادتك يعني في حاجة كده، هل حضرتك كنت غاوية سياسة